أشكل علي قولكم بأن نظر المرأة للرجل جائز للحاجة بدون شهوة مع قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعني يغضضن من أبصارهن عن الشهوة، لا ينظرن بشهوة. فما زالت النساء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تكلمن مع الرجال وينظرن إليهم للحاجة، ما في مانع، ايش الدليل على المنع؟ أما للشهوة فهو حرام، نعم، حتى ولو كانت محجبة لا تنظر إليه نظر شهوة، نعم. يقول وهل من في الآية تبعيضية؟ اي نعم، يعني ما يجب عليك تغمض كل البصر، يغض من أبصارهم، ما قال أن يغمضوا أو أن يحزموا أبصارهم، بل يغض غضا، نعم.